نحن لدينا وجهة نظر وقد عبرنا عنها مرارا، وهي لن تتغير بإذن الله، لأنها لو تغيرت فإن رشاد لن تكون هي رشاد. وهي باختصار بسيط سأذكر بها أن رشاد تنظر إلى الأمر وفق مبادئ خمسة كبرى. أن التغيير يجب أن يكون تغييرا جذريا كاملا وشاملا لهذا النظام، ليس لأشخاصه وإنما لكل شيء فيه، لأشخاصه ولطبيعته ولأفكاره ولسياساته البائسة. الأمر الثاني أن هذا التغيير يجب أن يهدف لقيام دولة راشدة بكل ما تعنيه الكلمة، دولة الحق والقانون والعدل والحكم الراشد، لقيام مجتمع راشد، لأن الدولة في واقع الأمر هي وسيلة لخدمة المجتمع ولا يجب أن يكون العكس، والنظام الحاكم هو وسيلة لخدمة الدولة والمجتمع ولا يجب أن يكون العكس كما هو اليوم. الأمر الثالث أن ونحن ننادي بهذا التغيير الجذري والشامل والكامل، فإننا ننادي بأن يكون بطرق لا عنفية، بطرق سلمية، لكنه بطرق واضحة المعالم في مواجهة هذه العصابات، لأنها ليست نظام حكم في نهاية الأمر. وأسألوا مرة أخرى سعداني وشكيب خليل وحداد وربراب وكل الملتصقين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. الأمر الرابع أننا قلنا أننا لا نقبل تدخل الخارجي مهما كانت التفسيرات، مهما كانت التبريرات، مهما كانت المعاذير وتحت أي ظرف كان، لأن بكل بؤس للأسف هناك من يزعم أن رشاد تريد أن تدخل الدعم الخارجي. رشاد أبعد الناس، وأتحدى إن كان أن يأتي بدليل واحد أبعد الناس رشاد على التدخل الخارجي، بل ترفض رفضا مطلقا. بل اليوم نحن ما نعاني منه هو احتلال خارجي بأدوات داخلية، بنظام وظيفي داخلي. واسألوا فرنسا وعبثها في المنظومة التربية، وعبثها في الدفاع، وعبثها في تراب الجزائر، وعبثها وعبثها، واسألوا الأمريكان وغيرها. نحن نرفض في المطلق رفضا قاطعا ونهائيا أي تدخل خارجي في شؤوننا، وسنلتزم بذلك حتى نلقى الله. الأمر الخامس أننا ونحن ندعو لذلك، فإننا لا نتصور الجزائر إلا واحدة وموحدة، ولا يمكن للجزائر إلا أن تكون واحدة موحدة، وأننا مستعدين أن نقاتل بالكلمة وبالسلاح إذا التزم أو لزم الأمر على أي شبر من الجزائر. وبالتالي كل دعوات الانفصالية نحن ضدها مهما كان فاعلها أو قائلها أو مبرراتها. نحن نريد أن نسترجع الجزائر لكل الجزائريين، وليس أن تقسم هنا أو هناك بدعاوي مضلة وضالة ومدفوعة من قوى داخلية وخارجية.